من توضأ في بيته فأحسن الطهور ثم أتى المسجد فكل خطوة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. بل هناك حديث عجيب، أنت في اليوم تقدر تحج 7 مرات وتعتمر مرتين، يعني تأخذ أجر الحج كم مرة في اليوم؟ 7 مرات. والعمرة كم مرة؟ مرتين. وهذا ليس من كيسي، إنما هذا من مشكات النبوة عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم كان في الترغيب والترهيب عند المنذري، وكما في سلسلة الجامع، قال من تطهر في بيته ثم أتى المسجد لصلاة مكتوبة كان كأجر الحاج المحرم. وانت كم مرة في اليوم صلاة مكتوبة؟ 5. هذه 5 حجج، أجر 5 حجج. طيب السادسة من وين جاءت؟ من حديث أبي هريرة، أصله عند مسلم وزيادته عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني في المنذري وفي جامع الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. كده بقى عندنا كم حجة؟ كم حجة الآن؟ وكم عمرة؟ 1. طيب قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أتى المسجد ليقرأ آية أو يحضر مجلسا كان كأجر حج تام حجه، كأجر حج تام تام حجه. عندك كده كم؟ 7. إيش عندك أنت؟ 7 حجج وعمرة. طيب العمرة الثانية من فين؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أتى المسجد لسبحة الضحى كأجر عمرة. ليس معنى هذا أنك أنت لابد تطلع من البيت تيجي المسجد في صلاة الضحى، لا، يعني أنك تصلي إيش؟ الضحى، حتى لو كنت في مكان عملك أو في بيتك أو في أي مكان. كده في اليوم عندك كم أجر حج؟ 7 حجج. وكم عمرة؟ أجور عظيمة أيها الكرام الفضلاء، نحن عنها غافلون. لابد أن نستشعر مثل هذا وأن نحافظ عليه وأن لا نتركه، لا في خلوة ولا في جلوة ولا في رمضان.